السلام عليكم. هذه ملاحظة يعني يقع فيها خطأ كثير من الإخوة عند الضغط على موقع في دولة ثانية. يعني مثلا الآن أنا أضغط على موقع في دولة ثانية غير مثلا دولة ألمانيا، بتحتاج ملصق تحديدا في سويسرا. فطبعا كالعادة بنتظر إلى حساب انتهاء من حساب المسار. بعد الانتهاء من حساب المسار بيظهر لك طبعا مسج تحذيري بأن الطريق هذا بيتضمن رسوم، وبيقول لك هل تريد تجنب هذا الطريق اللي يتضمن رسوم أو لا. فإذا ضغطت على نعم الآن، فبيحاول الجهاز أنه يتجنب الطريق برسوم إلى طريق ثاني، وعادة بيكون أطول وأبعد. فأنت في هذا الحالة لا تنتبه، لما يقول لك البحث عن مسار بديل لتجنب ملصق الطرق تقول له لا الآن النمسا. الآن قال لي أنا أيضا طريقي أيضا لاحظ أن الطريق بيدخل في سويسرا، وأيضا سويسرا بتحتاج ملصق رسوم الطريق، فبقول له أيضا لا، طالما أنه معي الملصق أو أنه سيتم شراءه قبل دخول هذه الدول، فتقول له لا، حتى أنه يوصف لك من مسار طرق برسوم، وبالتالي يكون الطريق أقرب وأسرع. أما لو اخترت تجنب الطريق برسوم بيكون الطريق عادة أبعد أو طريق وعر، وبالطبع بالطول المسافة ويطول الزمن بناء على اختيارك. هذه هي الملاحظة المهمة ونبهت عليها سابقا وأعيد التنبيه عليها الآن.